بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقتنا النهارده. هنعمل مع بعض ورق عنب باللحمه المفرومه وسلطه الزبادي وسلطه الحمص، من الحاجات اللي دايما بيفضل ان هي تتقدم مع المحشي وخصوصا ورق العنب. طعم ورق العنب بيبقى دايما ليه طعم ميزس كده، طريقه اللف، الخلطه بتاعه المحشي وخصوصا لو هنعملها على السخن مش هنعملها على البارد، كل الحاجات دي بتفرق كتير قوي في طعم ورق العنب او في طعم الخلطه. اول حاجه فيهم ان انا اروح عند الخضري او المكان اللي بجيب منه الخضار واختار الخضره اللي هي الشبت والكزبره والبقدونس، وازاي اميز بين الكزبره والبقدونس. ودي يمكن اصعب حاجه كان الواحد بيروح يجيبها لمامته، يروح مش عارف هو عايز خضره بس مش عارف دي بقدونس بس ولا كزبره بس. هفرقهم ازاي؟ هجيب ورقه من الكزبره او هجيب انا ورقتين واقول لكم بالظبط بتعرفي ازاي بالشكل كده من غير ما تشميها ومن غير ما تدوقيها بالعين ازاي تفرقي بين البقدونس والكزبره. دي ورقه منهم والتانيه فين؟ هطلع ايه الورقه اهي، ادي كده عود، ده عود بقدونس وده عود كزبره. بعرف ازاي الفرق بين الاثنين؟ بصوا البقدونس هلاقي الحروف بتاعت الورقه بتاعتها طالعه كده عامله زي المثلث، طب والاقيها مشرشره وحتت صغيره قوي، هي دي الكزبره. لو انا مش يعني العين خدعاني قوي او ماسك الواحده بس كده ويعملها بايديا بالشكل ده هلاقي ريحه الكزبره مميزه قوي عن البقدونس. وبكده انا لما اروح للخضره مش هعرف يضحك عليا ويديني اي خضره وارجع تاني وكل الكلام ده. بعد كده عشان المحشي بتاعي يبقى حلو قوي محتاج اظبط شويه حاجات فيه، وهي بقى عندي الطماطم الفريش، ممكن احط عصير طماطم وممكن احط الصلصه البوريه، والصلصه البوريه هتخلي لي الصلصه بتاعتي لونها غامق قوي. طب بعمل كده بس بقاش لونها غامق برده، هحط بابريكا، البابريكا برده من الحاجات اللي بتخلي الخلطه بتاعتنا لونها احمر وبزياده. بعد كده عندي اللحمه المفرومه، وتعالوا نروح بقى نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نحتاجها كلها عشان نعمل خلطه محشي يبقى يعني ريحتها بس كده بتجوع. عندي بعد ورق العنب يعني نص كيلو من اللحمه المفرومه، كيلو من الرز المصري، بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، كزبره وشبت وبقدونس ودي الخضره كل حاجه حزمه، كوبايه من الطماطم المبشوره، نص كوبايه من الصلصه، معلقه كبيره من النعناع، و100 خط تحت الورق العنب والنعناع الجاف بتدي طعم حلو قوي، معلقه كبيره من البابريكا، 2 لورا و2 حبهان، ملح وفلفل اسود. وطبعا احنا عارفين ان ارضيه الصينيه لازم تتحط لها بصل، في ناس كتير بتحط طماطم، بلاش تحطي طماطم دايما في ارضيه المحشي عشان ما يشطش منك، بلاش الطماطم، بلاش الخضره، دايما خليها جزر، بصل او ثوم، كل الحاجات دي تنفع تبقى ارضيه مميزه قوي عشان في الاخر تطلع معاكي مظبوطه. خلينا نروح على اول حاجه هنعملها ان انا احط حله على النار واخد الخضره بتاعتي، ودايما الخضره اللي متقطعه في وقتها كده تبقى ليها ريحه وطعم مميز قوي فين؟ في المحشي. هاخد اول حته كده العيدان دي هشيلها، وبعد كده هفرم الخضره بتاعتي. وعايزكم بقى تجربوا ورق العنب بلحم بومي، اللحم يعني الانجوس العالمي، احسن لحمه موجوده في مصر دلوقتي، هتدي طعم جامد جدا للمحشي وخصوصا ورق العنب بقى يبقى معمول كده وجوايا لحمه مفرومه، الموضوع كبير قوي. هقطع كده الخضره وعندي كل الحاجات بتاعتي وعندي حله على النار، دايما هعمل الخلطه وبعد كده اسيبها تبرد وبعد كده اعمل ورق العنب. ادي الحله هحط فيها شويه زيت، ممكن احط سمنه، ممكن احط زبده زي ما انتم حابين، بس انا افضل دايما الزيت يعني هو اخف حاجه وخصوصا انا عندي لحمه ففيها نسبه دهون، فيعني ايه بلاش السمنه والزبده. بس محتاج شويه زيت زيتون في الاخر وهقول لكم نعمل بيهم ايه. حطيت كده الزيت في الحله وهي سخنه، اقوم جايب البصله وانزل كده بالبصله بتاعتي الاول، بعد ما انزل البصله هقوم واخد الصلصه البوريه. وهنا قلنا عشان الخلطه بتاعتنا تبقى حمراء كده، في ناس بتميز ست بيت الشاطره بان المحشي بتاعها الخلطه بتاعته لونها احمر زياده يعني، فاهو هنحمر الصلصه هتدينا لون احمر مميز فين؟ خلطة المحشي بتاعتنا. بعد كده عندي ايه؟ البابريكا، عندي النعناع الجاف، ولو انا حاطط صلصه كتير ممكن احط معلقه سكر، وادي الثوم، وادي تقليبه حلوه كده مع كل البهارات دي عشان ما تشيطش مني، ما اعملش ريحه شياط يعني في المحشي. بعد كده هنزل بالطماطم وورقتين لورا واتنين حبهان بالعدد عشان ايه؟ عشان في الاخر نبقى عارفين احنا واحنا بنعمل المحشي نشيلهم من الخلطه بتاعتنا. حط دول كده، وادي اللحمه المفرومه، اللحمه اللي لونها الوردي الجميل ده، هنزلها بقى كده مع الخلطه تقلبتين، وبعد كده انزل بايه؟ بالرز.
بعد ما سيبنا اللحمة مع الخلطة الكبيرة دي في الحلة شوية، هقوم غاسل كيلو من الرز واصفيه كويس على المصفى، وبعد كده هقوم نازل بيه ايه على كل الكلام ده وابتدي اقلب فيه. هقلب بقى كده الصلصة مع فين. طب الخضرة، حد يقول لي فين الخضرة؟ الخضرة ما بنحطهاش على النار عشان مش عايزها تغمق او تبقى لونها غامق قوي فين في المحشي بتاعي. فانا هحط كل حاجة، وبعد كده احط الملح والفلفل الاسود، وانا برفع الخلطة دي من على النار هحط ايه الخضرة بتاعتي اللي هي الشبت والكزبرة والبقدونس. وقلنا وعرفنا ازاي بنختار ونفرق بين البقدونس والكزبرة. ادي الملح، مش محتاجة طبعا تحطي مرقة خالص على الخلطة بتاعتنا، لان خلاص احنا حاطين لحمة واللحمة طعمها حلو، هتظبط لي طعم مرقة طبيعي جامد جدا يعني. قلبت دول بقى كده، اقوم رايح جايب الخضرة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ادي الشبت والكزبره والبقدونس، واقوم ايه رافعهم من على النار خالص، وابتدي اقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده. وبعد كده هروح بقى على ورق العنب. ناس كتير قوي بقى بتقعد تلف على ايديها وتحس ان الموضوع صعب، ونعمل وحش ورق عنب؟ لا يا عم، ده الموضوع عايز يوم اجازه. لا، الموضوع سهل جدا، هوريكي طريقه اللي انا بلف بيها. الموضوع ايه يعني، ممتع. ويا سلام بقى لو نخش سباق مع حد يعني، او نتحدى حد في البيت، او نعلم الاولاد الصغيرين ازاي يلفوا ورق العنب بطريقه سهله قوي في البيت. اول حاجه هتعمليها هتجيبي بقى رخامه كده او ترابيزه كبيره، وتوسعي لنفسك على الرخامه، وبعد كده تجيبي ورق العنب ده مسلوق او جاهز البرطمانات ده. وبعد كده هاخد لفه الورق العنب زي ما هي كده، واقوم جاي على الرخامه، وابتدي افرد الورق ده الحته الناعمه لتحت والحته الخشنه دي لفوق. وكل ما بيبقى الخشونه دي قليله كل ما بيبقى ورق العنب حلو اكتر. يعني لما تروحي تنقي ورق العنب امسكي الورقه كده، لو لقيتي دي خشنه قوي يبقى دي ورقه شيخه يعني او عجوزه يعني، فمش هيبقى حلو قوي. وانت بتاكلي ورق عنب تشد كده شد معاكي مهما تسوي فيه، فالوسط دايما حلو، الناعم ده كويس قوي. هنفرد بقى كده، واقوم جايب بقيه الورق حاطط هنا جنبها. طبعا بيبقى لسه حاطه في ميه، فانا ايه هطلعه من الميه بتاعت البرطمانات دي لو انا جايب الجاهز، وهغسله كويس من الميه عشان عليها ماده حافظه. وبعد كده ايه هفرده بالشكل ده، واحافظ على الرابطه زي ما هي كده او اللفه الكبيره دي فوق بعضها عشان هما مرصوصين فهيسهلوا عليكي قوي. هرص كده. بصوا بقى، يعني دي اسرع طريقه في الدنيا تخلي ان انت تبقى بالنسبه لك الموضوع حلو قوي. طب ساعات بنطلع ورق العنب ونلاقي ايه واحده مقطوعه كده، هنرميها؟ لا، هنجيب ورقه صغيره واقوم حاططها، واقوم حاطط النص ده جنبيها كده كانهم ايه ورقه كبيره، وخلينا فاكرين دي عشان ايه واحنا بنلف. طيب كميه الرز بقى قد ايه؟ كميه الرز الني اللي انت تحطيه نص الكميه اللي انت عايزه الصباع بتاعك يوصل لها. يعني بالعيار كده هاخد شويه صغيرين بمعلقه شاي مثلا او بايديا كده احطهم هنا. لو انا عملت الكميه دي وعايز المحشي بتاعي كله يبقى نفس المقاس، يبقى لازم الكميه دي اتحكم فيها. يعني اللي بيحط الكميه دي يبقى واحد عشان تفضل ثابته حجم الصباع. وطبعا الكميه دي لما تستوي هتبقى اتنين، وطبعا ايه هتفرق كتير قوي فين في التسويه. فانا ببص بعناية كده افرد الورق العنب زي ما انا عملت، وابتدي احط كميات الرز عشان كل كميه تبقى قد الثانيه. والصوابع بتاعتك بقى يعني لما حد يشوفها يقول لك يعني ده دي مكنه استحاله تبقى ايد. اهو ادي الورقه القريبه مني اهي، احط هنا في النص، وبعد كده بقوم ماسك الحرف ده قافله بالشكل ده هنا، وادي الناحيه الثانيه واقوم عامل كده، واقوم لافف دي بالناحيه دي، وقلنا باخد ميل شويه كده ناحيه جوه، واقوم عامل الناحيه الثانيه نفس الموضوع. اهو خلاص كده عملت دي، اقوم لافف بقى كده ومربطش قوي عشان اعمل حساب الرز بتاعي لما يكبر يلاقي مساحه يكبر فيها. واللفه دي بتخليه ايه بقى، لما الرز بيستوي بترجع اللفه اللي احنا لفيناها دي بتفتح شويه، فتلاقي حجم الصباع بتاعك مظبوط. التسويه ورصه ورق عنب دايما بنعمل كل الكلام ده، ولفينا وعملنا بالمكنه وجبناه جاهز وسويناه، بس ورق عنب فك في التسويه. هقول لك برده تعملي ده ازاي بعد ما اخلص كميه ورق عنب دي عشان نعمل الحله بتاعتنا. لفينا كده كميه ورق العنب بتاعتنا كلها، وعرفنا ازاي بنظبطها، وقلنا بقى ايه العيب الكبير قوي اللي بيشيط الحله منك. ادي الحله اللي هنعمل فيها ورق العنب. هجيب شرايح البصل وارصها في الارضيه بتاعتي كده على ارضيه متساويه. يبقى احط كده الشرايح، وقلنا بلاش الطماطم، بلاش الخضره، الكسر بتاع الخضره، كل الحاجات دي هتشيط مني خالص. انا عايز حاجه عمرها طويل تستحمل صدمه نار عاليه قوي ما تتحرقش. حطيت كده شويه شرايح من البصل، عندي شرايح الجزر برده نفس الموضوع. كل ده هيظبط لي، مش محتاج شوربه انا دلوقتي، انا محتاج ميه سخنه بس. يعني ممكن ميه حتى من الكاتل او ميه بتغلي كده
ونظبط الملح والفلفل بتاعها وزي الفل على كده. حطيت انا كده، عايز بقى لما اجي اسوي المحشي الورق العنب واقلبه ما يبقاش البصل والجزر والارضيه الحاجات اللي حاططها دي تقع عليه، ممكن احط كرات وكرفس كمان على الارضيه، واقوم جايب ورقه فويل واقوم قاطعها كده على قد الحله، واخلي دايما الحته اللي بتلمع لتحت والحته دي اللي بره، واقوم قافل كده اهو عامل فوق يعني. واقوم جاي هنا كده منزل الدايره دي فين؟ في الحله بتاعتي بالشكل ده. وبعد كده اقوم جايب بقى ورق العنب بتاعي واحطه هنا، واشوف بقى طبق صيني على قد الحله بحيث ان انا اكبس بيه الورق العنب بتاعي عشان ما يفكش، يبقى مش بعد التعب ده كله يطلع كل حاجه مظبوطه وفي الاخر ورق العنب بتاعي يفك. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نجهز ورق العنب من قبلها بيوم ونحطه في الفريزر ونطلعه مثلا تاني يوم على التسوية على طول، بحيث ان انت ما تعمليش على نفسك مجهود كبير قوي يغلبك. وبقى بالنسبة للناس اللي بتعمل خلطة المحشي على البارد، اللي هو الرز عليه الطماطم عليه الصلصة عليه الخضر عليه كل حاجة، برضو حلوة. وكمان بوم ميت موفر لنا لحمة مفرومة متعصبة جاهزة، ممكن اجيبها احطها عليهم وبرضو هتخلي لي طعم المحشي بتاعي في منتهى الجمال، وهيطلع بنفس الطعم ونفس الطريقة. ادي كده اللف، صدقوني لف كده يعني بيتهيألي ان هو امتع من المكنه كتير جدا. هرص بقى الحله بتاعتي لحد ما املاها، وبعد كده اقول لكم ازاي بنكبسها عشان ما تفكش مننا. رصينا كده ورق العنب بالشكل الداير ده وضغطنا عليه بالشكل ده، وعايزين بقى طبق صيني نحطه هنا وندوس عليه هنا عشان ايه؟ نكبس بيه ورق العنب بتاعنا. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هاخد الحله قبل ما احط الطبق واقوم رايح حاططها على النار، واروح بقى اظبط الشوربه بتاعتي. احنا قلنا هنا مش عايزين شوربه لان احنا عندنا لحمه هتدينا طعم مميز قوي، فانا هاخد ميه سخنه واقوم جايب بوله حاطط فيها الميه السخنه بتاعتي. وهنا بعمل كده ليه بقى؟ انا حطيت كميه الملح والفلفل الاسود على الخلطه مش كتير، فلازم اوسطن احط كمية الملح والفلفل كلها هنا، يا اما اقسمها على اتنين، ويفضل نصيحة مني اقسميها على اتنين عشان حتى تدوقي الشوربة فيبقى طعم المحشي بتاعك مظبوط قوي. ادي كده المية. وقبل ما ننسى قلنا بقى طعم الميزز بتاع المحشي بيجي منين؟ لازم ليمونة، واقوم واخد الليمونة كده مقطعها شرايح عشان افردها فين؟ على الوش. الليمونة اقسمها على اربع شرايح كده حلوين، واخد الاربع شرايح دول احطهم فين؟ على الصينية، وش الصينية بتاعتي. كده المية، الشوربه، الحله على النار. هتتحرق؟ لا مش هتتحرق. طب لو انت عندك مكعب سمنه بلدي، ممكن نحط مكعب سمنه بلدي دلوقتي هيدي طعم جامد جدا. وادي الفلفل الاسود، وادي الملح، وهنا محتاجين ندوق الميه دي عشان نعرف الملح بتاعها مظبوط ولا لا، والميه دي هنا بالزياده. انا ممكن ما استخدمش الميه كلها، بس انا بعملها ليه بالزياده؟ عشان لو المحشي احتاج مني ميه ما احطش ميه تبقى عذبه او ميه سخنه او ميه حنفيه وفي الاخر اضيع طعم نص الحله بتاعتي. يبقى هنا كده حطينا الملح والفلفل، معلقه بقى كده او مضرب نقلب الشوربه بتاعتنا. بعد كده بقى ناخد الطبق ونروح بقى بالشوربه بتاعتنا على الحله، سخنت قوي اهي والبصل تحت قربت تتحرق، هقوم جاي في النص بسم الله كده واقوم نازل بالشوربه. وهنا بقى حد يقول لي طب انا لسه يعني عروسه جديده ومش بعرف اظبط ميه الرز عشان اظبط ميه ورق العنب، طب اقول لك على حل حلو. بص انا حاطط الميه هنا بالزياده، وادي شويه كمان زياده اهم. بص الموضوع ايه؟ زودي الميه زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه الطبق. هنحط الطبق هنا واقوم دايس عليه كده بحيث ان هو يفضل كل صوابع المحشي بتاعي مظبوطه قوي. وبعد كده هعمل ايه؟ اجيب حاجه بقى علبه سمنه او اجيب حاجه تقيله كده احطها هنا شويه لحد ما الميه بتاعتي تغلي والرز بتاعي قرب يستوي، وبعد كده اقلل الميه شويه وهدي النار وهلاقي الرز بتاعي استوى وغطي عليه على نار هاديه. الموضوع هيبقى سهل قوي، محتاج منك بس تجهزي شويه زيت زيتون عشان نلمع بيه ورق العنب بقى، عشان نبقى بنعمل ورق عنب احسن من اي مطعم في مصر. خلصت كده الساعة الا ربع بتاعتنا على ورق العنب. نفتح بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، ادي حلة ورق العنب. الموضوع يعني ايه؟ محتاج يتجرب. بسم الله كده. الطبق ده هيبقى سخن جدا وما ينفعش طبق بلاستيك، لازم يبقى طبق صيني. هرفع بقى الطبق كده واقوم شايل كام شريحة الليمون، دول هما دول بقى اللي هيدونا الطعم المزز. وعندك بقى شوية زيت الزيتون، يا تلمعي كل ورقة لوحدها أو بعد ما تقدميه، يا إما تدلقي زيت الزيتون عليه وهو سخن، وده لو هيتاكل، لو هيتاكل كله دلوقتي عندنا عزومة كبيرة يعني وهنعمل ده فيها، فنعمل كده على طول ندلق زيت الزيتون أو بفرشة زي ما أنا هعمل دلوقتي بعد ما نقلبه. عايزين بقى نقلب الحلة بتاعتنا نشوف بقى اتحرقت من تحت البصل والجزر والحاجات اللي احنا عملناها دي عاملة شغل ولا كلام. بسم الله. وأقوم نازل كده، وبعد كده اقوم رافع
الحلة بتاعتي. بصوا بقى الجزر والبصل اهو، بشيط شويه، بس ده لو كان طماطم كانت زمانها اتحرقت، وكان زمان بقى يعني ريحه المحشي مش حلوه كده، كان زمان الموضوع هيبقى صعب قوي. هرفع كده بسم الله واشيل دي، وادي بصوا الموضوع قدامي هو يعني، يلا بسم الله وناكل على طول. بعد كده شويه زيت الزيتون بقى، واقوم رايح على الوش رشش زيت الزيتون. وكده ما نسيناش اي حاجه ممكن تتعمل في ورق العنب بتاعنا عشان يبقى حلو قوي. طب محتاجين نقدم مع ايه؟ محتاجين سلطه حمص او سلطه زبادي، وطبعا الزبادي يعني اقيم بكتير قوي يعني من الحمص جنب ورق العنب، بس يعني الحاجات دي بتفتح النفس قوي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نعمل مع بعض سلطه الزبادي والحمص. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. عملنا ورق العنب باللحمه، وزي ما احنا شايفين كده شكله يفتح النفس. عايزين نعمل بقى السلطه اللي يتاكل بيها ورق العنب. عندي الحمص والزبادي والحمص. هجيب نص كيلو من الحمص اسلقه وهو سخن كده، اجهز الكبه عشان اطحنه على طول ويبقى ناعم قوي زي الجاهز. بحتاج ايه بقى مع الحمص عشان يديني طعم سلطه الحمص؟ محتاج نص كيلو من الحمص المسلوق، كوبايه من الطحينه الخام، ربع كوبايه زيت زيتون، معلقتين كبار من عصير الليمون، ربع كوبايه من الخل، ميه سخنه عشان نعمل بيها الطحينه مع الحمص، معلقه كبيره من الكمون، رشه شطه، ملح، وعندي سلطه الزبادي نص كيلو من الزبادي. بعد كده نص كيلو من الخيار الفريش بالشكل اللي قدامنا ده كده، ويفضل ان تبقى الحبايه ناعمه وما يبقاش قلبها شيخ، بلاش الكبير قوي ده عشان بيبقى قلبه شيخ قوي. بعد كده عندي معلقه صغيره من الثوم، ومعلقه كبيره من النعناع الفريش البودر اللي احنا منشفينه. ومهم قوي هنا موضوع سلطه الزبادي والثوم. الثوم بيخلي صلاحيتها 24 ساعه بس، يعني ممكن ناكلها في نفس اليوم. بعد كده الثوم هيديني سنه مراره فين؟ في سلطه الزبادي. طب لو انا هعمل كميه كبيره اعملها من غير الثوم واحط عليها رشه ملح بس، والثوم بقى ساعه التقديم كده اقوم واخد بول على قد اللي هنغرفه يعني، واقوم اقلب فيها شويه ثوم صغيرين واقوم اقدمهم في الاطباق، ودول مش هيرجعوا على الكميه الباقيه. خلينا نبدا على طول بالحمص قبل ما يبرد كده، لانه بيفرق معانا كتير قوي في واحنا بنطحنه. هجيب الكبه بتاعتي واقوم حاطط الحمص على قد الكبه وابتدي اضرب فيه لحد ما انعمه خالص، وبعد كده نبتدي بقى نضيف الزيت وعصير الليمون والخل والطحينه. بصوا عشان حطيت الحمص وهو لسه سخن فعلى طول بيتطحن، فانا ممكن ازود بقى واعمل ايه الكميه مره واحده كده، بحيث ان هو لسه سخن هيسهل عليا قوي الطريقه بتاعته. شايف ان هو ما بيمشيش كويس قوي، اقوم باخد بقى الزيت بتاعي كده، ادي زيت الزيتون، ينفع زيت ذره وينفع زيت عباد، بس طبعا زيت الزيتون على الحمص بيدي طعم جامد جدا. ادي الزيت، شويه الخل، عصير الليمون، والحمص من الحاجات اللي كل ما يبقى عليه عصير ليمون كتير كل ما طعمها حلو. ده بالنسبه لي يعني، ممكن انتوا تحطوا معلقه او معلقتين على حسب الكميه اللي انتوا حابينها. وادي الكمون والشطه، بعد كده الملح عشان ما ننساش ويبقى طعمه عادب يعني، مش كتير ولا حاجه، بس هي عشان لسه هنحط طحينه ولسه هنحط ميه، فالموضوع ايه محتاج ان يبقى فيه ملح. هشغل بقى وانزل بالطحينه من فوق. خلاص كده الحمص بتاعنا بقى جاهز زي ما احنا شايفين. بصوا بقى طبق، وما ينفعش طبعا ان احنا نحط ايدينا على الحمص لان ده هيبوظ برده، ونفس الموضوع ما ينفعش احط المعلقه اللي هغرف بيها، لازم تبقى مش مكانها اي حاجه ومتنشفه حتى ما عليهاش ميه، لان الحمص من السلطات اللي روحها قصير جدا وممكن تبوظ بسرعه قوي، فدي كل الحاجات اللي ممكن تبوظ الحمص. بعد كده بقى هساوي ده واقوم عامل بقى حته في النص هنا كده، واقوم جايب شويه زيت زيتون حطيتهم فين في النص، وشويه بقى كمون وشطه على الحروف كده، بحيث ان انا حتى الطبق بتاعي يبقى شكله كويس. ممكن اعمل كده، وبكده عملنا الحمص
ممكن تنعميه شويه عن كده طبعا، لو انت عايزه زودي شويه المايه شويه هيبقى الموضوع ناعم معاكي قوي. ودي كده اول حاجه هنحطها جنب الورق العنب الجامد قوي ده، وبعد كده هنروح على سلطه الزبادي. اول حاجه هعملها في الزبادي بتاعتي ان انا اجيب مصفى او شاش واقوم حاططهم قدامي كده، واقوم حاطط عليهم الزبادي عشان تصفي المايه بتاعتها. وبعد ما تصفي المايه بساعه مثلا على الاقل، لو انت عايزاها يعني تبقى ليكويد شويه، لو انت عايزاها تقيله قوي صفي الزبادي كده من قبلها بيوم فين في التلاجه. ادي الخيار المبشور، طبعا عايز تبقى ليكويد كده عشان الورق العنب يعني الموضوع كبير. وادي النعناع، معلقه الثوم، وادي الزبادي. هنزل بقى كده، بصوا المايه اللي نزلت دي، لو عندنا بقى شويه مش يا سلام على المش دي، هتبقى الموضوع جامد جدا. مش ده اكله مصريه كده عشان الناس ايه اللي بيتابعونا ومش عارفين ده يعني ايه مش. بعد كده هقلب السلطه بتاعتي كلها، وادي كده سلطه الزبادي خلاص بقت جاهزه، محتاجه برده شويه زيت زيتون وطبق حلو كده زي اللي فيه الحمص ده عشان نقدم كل حاجه عملناها مع بعض. عايزين بقى رشه الملح قبل ما ننسى اهي، ومد رشه الملح هنا ماده حافظه، وفي نفس الوقت هتظبط لي بقى الطعم المسكر بتاع الخيار، يبقى الزبادي ليها طعم كده مميز قوي. الموضوع بسيط قوي سهل جميل، بس في الاخر نتيجه روعه. خلاص كده الزبادي بتاعتنا بقت جاهزه، محتاج بقى ان انا احطها تسقع شويه في الثلاجه، الموضوع هيبقى جامد قوي، او نقدمها على الطبق زي ما اتفقنا كده عليها زيتون او زيت زيتون، يبقى زيتون اسود او زيت زيتون نقدم بيه، وممكن قشر الخيار كده نعمل اشكال على الوش، بس اعتقد ان السلطه شكلها حلو قوي مش عايز حاجه تغطيها يعني. يبقى كده عندنا الحمص والزبادي، ممكن بقى زيتون اسود كده واقوم حاطط فين على وش الزبادي، وكده خلاص عملنا ورق العنب، عملنا سلطه الحمص، عملنا الزبادي، عملنا كل حاجه ممكن تتاكل اكله واحده كده في يوم، هتبقى جامده جدا. وقلنا ان خلطه المحشي ممكن نعملها على البارد او على السخن زي ما تحبوا. وعايز افكركم تاني بالمقادير بتاعه الوصفتين عشان اللي ما لحقش يكتب في اول حلقه، كان عندي ورق عنب مسلوق، نص كيلو من اللحمه المفرومه، كيلو رز مصري، بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم، ثلاث حزم خضره، شبت وكزبره وبقدونس، وعرفنا ازاي بنميز الكزبره عن البقدونس، كوبايه من الطماطم المبشوره، نص كوبايه من الصلصه، معلقه كبيره من النعناع الجاف، معلقه كبيره من البابريكا، ورقتين من اللورا، فصين من الحبهان، ملح وفلفل اسود، وارضيه الصينيه الحله بتاعه المحشي حطينا بصل وجزر، وقلنا بلاش طماطم وبلاش خضره عشان ما تحرقش، وقطعه من ورق الفويل، ودهنا وش الورق العنب بتاعتنا بزيت الزيتون عشان يدينا طعم مميز جدا لورق العنب. وكان عندي مقادير سلطه الحمص، نص كيلو من الحمص المسلوق وقلنا بنطحنه وهو لسه سخن، كوبايه من الطحينه، ربع كوبايه من زيت الزيتون، معلقتين كبار من عصير الليمون، ربع كوبايه من الخل، نص كوبايه من الميه السخنه، معلقه كبيره من الكمون، رشه شطه وملح، وسلطه الزبادي، نص كيلو من الزبادي، نص كيلو من الخيار الفريش، معلقه صغيره من الثوم، معلقه كبيره من النعناع، رشه من الملح. وبعد كده هجيب بقى كل الحاجات الجامده دي، وادي الزبادي، وادي الحمص، هحط بقى ورق العنب، الموضوع مجوعني جدا الصراحه. وهجيب بقى الطماطم، لو انا عندي عزومه كده وعايز اقدم الورق العنب يبقى قريب منه السلطه، هجيب طماطميه افرغها بالشكل ده، واقوم واخد منها فيها كده معلقه الزبادي، واقوم حاططها جنب المحشي بتاعنا، يبقى بحيث ان اللي هياخد صباع كده ينزل المحشي بالزبادي، موضوع في حته تانيه خالص. لازم تجربوا ده، وجربوا هتدعوا لي السلطات دي جنب المحشي، الموضوع جامد. بعد كده ولا اي حاجه بقى، لازم نلحق ناكل المحشي ده وهو سخن. وبكده خلاص خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.